طب يا ياسمين أول ما بدأتي تحبي لعبة السكواش كان في حد في العيلة بيلعبها؟ اه أو كان عندي حد من قرايبي آه كان بيلعب اللعبة دي أنا أصلا كنت بلعب سباحة زمان أوه. وبطلت سباحة بس أهلي بيحبوني يعني أمارس الرياضة على طول م. فبدأت أتفرج على اللعبة دي وأحب أنزل أتفرج عليها لايف كمان في البطولات وكده بس وبعد كده بدأت ألعب اللعبة دي عندي تسع سنين زي ما حضرتك قلتي آه بس أنتي بتدرسي ياسمين مش كده؟ اه بدأت بزنس في الجامعه البريطانيه في سنه تانية ما شاء الله ما شاء الله بتلاقي وقت ان انت تدرسي وتدربي انت دلوقتي خلاص كنت بتلعبي اه انا ما زلت بلعب لا ما زلت ما زلت بلعب بس موضوع الكابتن اكتر بس ما زلت بلعب يعني لسه بلعب طب ايه اللي جه في دماغك ان انت تدربي يعني؟ انا جالي فتره جالي اصابه في رجلي اه فده طبعا اللي اخرني في موضوع ان انا ابقى لعيبه اه حوالي سنه ونص بدات عن السكواش فكانت اصابه جامده في رجلي فطبعا انا بحبش انا بحب السكواش قوي فبحبش بحبش ابعد عنه الفتره دي فبدات افكر في موضوع تدريب طيب انتي بتدربي كبار ولا ناشئين انا بدرب ناشئين وكبار بس سيدات في كل الاعمار والرجال يعني الولاد لحد في سن 14 سنه كده طب قولي لي السيدات لحد سن كام ممكن يتدربوا ويبقوا لاعبين سكواش اي سن لا لاعبين سكواش لا دلوقتي. يعني يلعبوا سكواش اه انا بضرب امهات يا سلام آه. دي بتدي اللياقه طبعا يا طبعا مش كده طبعا وبيجوا مع اولادهم ولا اه بيجوا مع اولادهم وساعات جوزهم وجوزاتهم كده يعني يعني هم الستات اكتر المقبلين على لعبه السكواش ولا الرجاله آه، هم الاثنين بس هو فكره ان انا اكون كابتن بنت فدي بدأ يبقى الإقبال البنات أكتر يعني م. يحبوا الموضوع ده إن أنا بعرف أتفاهم معاهم كده وساعات في بنات بتتكسف إن هي تقابل كابتن راجل ف يعني الموضوع كان فأنت لما بيشوفوكي بتشجعوا يتدربيهم على إنهم تدربيهم على اللعب طب مين اللي ساعدك إنك تدخلي مجال التدريب؟ آه طبعا أهلي الأول اللي هم ليهم فضل كبير عليا بصراحة آه. آه بعد كده كابتن كريم درويش آه ده كان بطل مصر زمان آه وخد الأول على العالم في 2009 واعتذر في 2014 دلوقتي رئيس قطاع الرياضه بانديه وادي دجله طبعا كان ليه فضل كبير عليا في موضوع ان انا ابقى كابتن وافق وشجعني على الفكره دي وقدمت له السي في وعمل لي ووافق أنه هو يعني شجع الفكره بصراحه جامد, جامد جدا بس